صحيح. مولانا طلب أخير برضو وهو الدعاء للمصابين بكورونا. ناس كتير والله أمنتني هذه الأمانة إن أطلب من حضرتك تدعو للمصابين بالشفاء العاجل. اللهم يا ربنا نصلي وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين على سيدنا النبي المصطفى والحبيب المجتبى. واللهم يا ربنا اشفي كل مريض بهذا الداء، واصرف عنا وعن الأمة وعن المصريين هذا الوباء. اللهم يا ربنا نسألك الشفاء التام الكامل الذي لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء بما شئت وكيف شئت وأن شئت. اللهم عاجلا غير آجل، اللهم اشفي يا ربنا مرضانا وارحم موتانا واغفر لحينا وميتنا واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور، بشكر وجود حضرتك معنا وبنسعد دائما ونتبارك بوجود فضيلتك، فكل الشكر لحضرتك، نشوف حضرتك دائما على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا يا مولانا. شكرا لكم.